بسم الله الرحمن الرحيم. نطق كلمات وشرح قواعد حصة التالتة ابتدائي يوم الخميس 26 أكتوبر. طبعا شرحنا للولاد النهاردة والبنات قاعدة نفي الإعجاب أو الحب، ودي بتتكون من 6 خطوات. ببدأ بالفاعل اسم أو ضمير، وقسمنا الضمائر لمجموعتين أي والجمع، بتاخد don't like، وبعد كده بحط الجيرند اللي هو الفعل المضاف له اي ان جي، وبعدين المفعول اسم او ايه او ضمير نقطه يعني فول ستوب. طبعا مجموعه الفعل المفرد بتاخد doesn't like. الناس تركز في اللي انا بقوله عشان نشرحه برضو للولاد ونراجع معاه. يبقى اي والجمع بتاخد don't like، والمفرد بياخد doesn't like. شرحنا لهم برضو الروابط اللي هي طبعا عبارة عن كلمة بتربط بين جملتين، لو الجملتين دول متشابهين زي بعض والاتنين بيعبروا عن الحب والإعجاب استخدم and بمعنى و رابط إضافة. طيب لو الجملتين فيهم تناقض، فيهم عكس بعض، في حب وعدم حب أو نفي، يبقى استخدم but رابط تناقض بمعنى ولكن، وبيجي قبله كومة. نركز جامد، لازم قبل بط ينحط كومة فاصلة سفلة، لكن عندي ما قدامهاش. طيب ندخل مع بعض على الكلمات. طبعا مقللين الكلمات النهاردة. half past، half past، ونصف، h a l silent تكتب ولا تنطق، f p a s t، quarter past، quarter past، وربع، Q U تنطق كوا، A R T إشوا R P A S T، quarter two، quarter two، إلا ربع، Q U تنطق كوا، A R T إشوا R T O، o'clock، o'clock بالضبط أو تماما، o'clock، O apostrophe C L O C K تنطق ك، math، math رياضيات أو حساب، math M A T H تنطق ث، time، time وقت أو زمن أو مرة، time A time T I M E silent تكتب ولا تنطق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.